المؤتمر الصحفي الربع سنوي عن مشاريع الطرق الجارية والمستقبلية، كشفت عنه وزارة الأشغال العامة عن أهم المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد الطرح والترسية والمشاريع المستقبلية. تم استعراض أهم المشاريع التي يقوم فيها قطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة، وتم هناك شرح موجز لكافة المشاريع سواء التي كانت قيد التنفيذ وعددها 17 مشروع، والتي قيد الطرح الآن مطروحة وقيد الترسية وعددها أيضا 17 مشروع آخر، والمشاريع المخطط طرحها في الفترة القادمة القصيرة والتي يصل عددها إلى حوالي 18 مشروع. الحصان كشف أيضا عن الميزانية للسنة الحالية وميزانية مشاريع العام الماضي. ميزانية السنة الماضية 2014-2015 صرفنا حوالي 248 مليون دينار كويتي، وكانت نسبة الصرف عالية جدا حوالي 97%. السنة هذه تم تخصيص 357 مليون دينار تقريبا ل 2015-2016، خلال شهرين فقط صرفنا حوالي 56 مليون دينار منها. المشاريع قيد التنفيذ ستنتهي معظمها العام القادم، والمشاريع الأخرى ستنتهي في السنوات القليلة القادمة. توضيح لكم خطة وزارة الأشغال بشأن حل المشكلة المرورية. نأمل أن خلال حتى نهاية سنة 2018 أن الأزمة المرورية في دولة الكويت سيتم حلها جذريا. وكان الهدف من عقد هذا المؤتمر الصحفي هو اطلاع الجمهور واطلاع المواطنين على آخر مستجدات المشاريع الحالية الجارية تنفيذها والمستقبلية لمشاريع الطرق. مشاريع الأشغال تعتبر من المشاريع الرائدة في خطة التنمية، ومشروع جسر جابر أهمها، ومشروع طريق الفاحيل الأهم في المستقبل.